بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، هبدأ أحل معاكم مجموعة من البوكليتات منزلينها لنا كتاب جينيال حسب التعديل الأخير للوزارة، وربنا يستر ما يكونش فيه تعديلات تانية. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ليزافنتاج يعني مميزات الزبور الرياضي. الرياضة نود ان هي تعطينا كثير من الافنتاج من المميزات، مثل مواندوم والذي تقليل الامراض، امبلو جراند ديناميك نشاط كبير وحركة كبيرة، سبريتسان جسم او عقل صحي، ديانكوربسان جسم سليم، عقل سليم في الجسم السليم. الزبور الرياضة تسمح لأفوار الحصول على قوة، بار اكزامبل على سبيل المثال انفا اتر ماسكولين سيكون عندنا عضلات. الزبور الرياضة برميت تسمح ايضا للحصول على بن مورال ذو او ذهن صافي، كون عندما انفيد زبور عندما نمارس الرياضة ويكون عندنا اخلاق، برضو مورال يعني اخلاق. اون فا اوبليير سوف ننسى سي بروبلم مشكلات، كم بار اكزامبل على سبيل المثال الاسترس الضغط اي لا فاتيجي والارهاق. انفان في النهاية الاسبور الرياضة يجب ان تكون انكوروجي مشجعة بواسطة تول موين بوسيبل، كل الوسائل الممكنة. اضواء عطر يجب ان تكون براتيك عملية بدوتو او تكون تمارس من الجميع. لأدولسانس شباب سون كونتون دو براتيكي يكونوا مسرورين من ممارسة الرياضات. افيك الزبور مع الرياضة الزو بكودي انرجي يكون عندهم كثير من الطاقة. الرياليزيهم يحققون لوريف احلامهم ديفينير ان يصبحوا فور اقوياء. اي دوبلوبير وتنمية لور كور بجسمهم. الزبور رياضة فري تقدم دو سكسس نجاح اوجين للشباب، وتسمح بالبقاء من الرشيقين. الياد سبور يوجد كثير من الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والسلة، ورياضات فردية مثل الكاراتيه والملاكمة. الياد الجمو يوجد كليا رياضات بحرية زي السباحة والبولنجي الغطس. بورغاردي امبون فورم لكي تلزم الفورمة الجيدة. ايفيتي وتتجنب العديد من الامراض. في دسبور مارس رياضه بانتظام. ديكوا عن ماذا يتكلم هذا النص؟ عن الرياضه، عن نادي رياضي، عن عيوب الرياضه، عن مميزات الرياضه. يبقى خدنا رقم ب. بيقول لك كيف في دسبور من يمارس رياضه سوف يكون، او الذي يمارس رياضه سوف يكون فور قوي. الاولاني افيك الزبور مع الرياضة انبو نستطيع الحصول على موفي مورال اخلاق سيئة. جاردير انبو فورم نلزم الفورمة الجيدة. الزبور الرياضة تعطي او ادلوسونت الى الشباب يشيك تعطي شيك فاتيجي ارهاق انرجي طاقة ناخدو طاقة. دزور دوني غير نظام. لا بوكس الملاكمة تكون رياضة كلاسيكية، رياضة فرق، رياضة بحرية، رياضة اكستريم عنيفة. أخذنا العنيف. اندوا يجب أن نشجع لزبور الرياضة بور سون امبورتانس لأهميتها، طبعا لأهميتها. فوسرتير أنت تخرج أنفامي في أسرة، أين تذهب؟ ماذا تفعل؟ جون قال يوجد ثلاثة أيام أو منذ ثلاثة أيام ميدو في بنتيني سون فينو أتو أفيك موا معي ألا باتنوار إلى ميدان التزلج. سينيه باشير إنه ليس غالي. دفعنا 6 يورو بور أبريم دي بعد الظهر دي بريزير للسعادة. الاستفادة منه بارسيكولا أن لا باتنوار ميدان التزلج سوف يغلق لمدة أو خلال 15 يوم. توماس قال أن مي كونسي ينصحوني لو بارك حديقة الملاهي. جيا سويزا اللي انا زعلت امس افيك مي كوزين مع عيال عمي ايمون اونكل وعمي.
لو مونتاروس قطار الموت سون جينيال كان رائع. ونسيب يانا مش زي تسلينا جيدا برضو خرج في أسرة. لا سومين دورنير الأسبوع الماضي ده مونيكا اللي بتقول جيسويز اللي أنا ذهبت إلى السينما أفيك ميدو انفونت مع طفلاني إيمون ماري وزوجي. التنسيون انتبه. اليا يوجد كثير من الناس دول لونج إند في العطلة. السيدة الريفير حاول أتصل بوتو مبكرا. زوي قالت الساعة 10 أنا قررت الذهاب إلى المتحف أفيك مي جراند مير مع جدتي إيمي برونس ووالدي. نزافو دي كوفرتين إحنا اكتشفنا أن استوار التاريخ نوتريفيل ومدينتنا التاريخ بتاع مدينتنا نوني أبوسم بانيو لم نتخنق من هذه المدينة وما نتخنقش منها بيحبوها. هذه الوثيقة تكون إن كوتي بحث إيميل حوار إعلان يبقى خدنا بحث الأولاني. شكان كل شخص من هؤلاء الأشخاص خرج أذك كوبن مع الزملاء أم فمي في أسرة خرج في أسرة. مونيكا نوكون سي تنصحنا أن الذهاب إلى السينما ألا نذهب إلى السينما أن نصل طارد متأخر أن نصل باكرا. بتنصحنا أن احنا نوصل بدري. جون كومباني اصطحب صيفي جون ده اللي هو الاولاني اصطحب عياله الى ميدان التزلج الاولاني. وبارك دي اتراكسيون في حديقة الملاهي توماس اتخنق تسلى تسلى. زوي ايسي برانس زوي والديها هم فيزيتي زاروا المتاحف لابريمي دي بعد الظهر الساعة 10 هم قرروا زيارة المتاحف او المتحف. يبقى هم زاروا المتحف ابريمي دي بعد الظهر لما تم في الصباح هيبقى في الصباح. الاربع مواقف اللي لهم درجة واحدة. انت تطلب من البائع دي فروي فواكه ان كونتيتي كمية محددة. ماذا انت تقول؟ انا احب كثيرا التفاح. انا اعشق الجرام من التفاح الكبير. جي عشتي انا اشتريت 2 كيلو تفاح بطاطس. اعطني 2 كيلو تفاح يبقى خدنا الاخرانيه كميه محدده. فوترامي زميلك فودموند يطلب منك ماذا تفعل على منتم في الجبل في الشتاء. ماذا انت تقول؟ جيفيدي لا ناتاسيون في الجبل في الشباء. امارس سباحه امارس عجل امارس تزلج. خدنا الثالث. فوفولي انت تريد فونفورمي أنت تسأل على الإعطاء حالة الطقس في فرنسا. ماذا أنت تقول؟ ماذا تذهب إلى فرنسا؟ لا كلتون بفتيلون فرنسا. ما حالة الجو في فرنسا؟ زي الفل. فوبار لن تتكلم عن فول وزير أوقات فراغ بندون أثناء لفاكونس ديتي أثناء أجازة الصيف. تكلم عن أوقات فراغ أثناء أجازة الصيف ماذا تقول؟ أبي يذهب إلى البحر أثناء الأجازة. أنا عايز عندك أنت. أنا أحب الذهاب إلى حمام السباحة يبقى اسمها أجازة الصيف أحب الذهاب إلى حمام السباحة. السؤال 17 أول موقف فيه 2 درجتين. أنت تعبر عن إحساس أو مشاعر. ماذا أنت تقول؟ أنا عندي امتحان رياضيات حسب رأيي التسلق خطير. أنا أحب جدا التسلق. أنا خايف من الامتحان. ما تخافش إن شاء الله خير. موقف 18 بيقول لي فوتر مي زميلك فودوموند يطلب منك بوركوا. لماذا فوتر يا كيف فريقك ابر دول الماتش خسر المباراه. ماذا انت تقول؟ لو حد سالك ليه فريقك خسر المباراه هتقول له اللاعبين نيوم بيان جوي لم يلعبوا جيدا. مش عايز اكمل الجمله اللي جايه. فوت كوموند ان تطلب من الخادم ماذا ترغب فيه. ماذا انت تقول؟ احضر لي انكادو هدية احضر لي بيتزا على فيوند باللحمة. تنفع. التالتة عايز 3 كيلو لحمة. الرابعة عايز تروا كرويون 3 اقلام رصاص. مش عايز دي. فوكونسي انت تنصح عن شوفير سائق. ماذا انت تقول؟ هتقول للسائق ايه؟ البس ملابس دالارموار او ضع الملابس في الدولاب. بروسيفو لودنت اغسل اسنانك. متي فوتر سنتير دو سكريت ضع حزام الامان يبقى خدنا التالت.
أميرة تفضل لماتير مواد جمع مؤنث، أخد أنهي واحدة في دول؟ قال لك جراس اللي آخرها 2 اس و اس، مواد دهنية. أطفالي يحبون أشوفيل ريجاردير، ما تاخدش ما ينفعش يشاهد في الحصان، يركب على الحصان تنفع. راكونتي يحكي، مونتير يوضح. طيب أنا اخترتها واخترتها غلط. الفعل مونتير معناه يوضح، ما شفتش العر، إنما مونتير معناه يركب أو يصعد. إيه دي اللي خدتها؟ يبقى يصعد على الحصان. الني مونت با هو لا يركب على الحصان بارسكو، لأن هو دو تومبير بارتر، هو يكون مسكولي ذو عضلات، إليبور إنه خائف من السقوط على الأرض، يحب الفروسية حران، يبقى خائف من السقوط على الأرض. أنفا كوزونير سوف نطبخ دجاج، دجاج مذكر أخد آن. طب أنت يا مسيو خدت آن وأنت شاكك فيها، مثلا هنا لا وهنا عين، الاثنين بتوع أنس الاثنين ما ينفعوش، مفيش اثنين مؤنث يجوا مع بعض. منفس ابني سي سي ناجير يعرف يسبح، ضل ريفير في النهر، حاطط لك لا يبقى خد دون في، ما تنفعش لان دون ادق من في المكان، فيه جواه في الشارع في الفصل، اخد دون لكلاس ضل رو ضل ريفير في النهر. اونيفير في الشتاء لازم فول اطفال جمع. ام بنوم دي ناجير يعملوا اشكال ثلجيه، فو يعملون يكونون، فت ما تنفعش يذهبون ما تنفعش، يبقى خدنا الاولاني. كومبيان لو دو كيلو 2 كيلو دي جمع، اخد كوتون اللي هي تاون تي. طب لو كانت مفرد كنا خدنا كوت التاني، يبقى كم ثمن 2 كيلو تفاح. انه عيد ميلاد ماسير اختي، انا اقدم اليها، اخد لوي. مونفرير اخي وانا بتساوي الضمير نو، انا واحده في دول مع النو، قال لك افو التاني. رانيا تلعب على البيانو، البيانو مذكر يعزف على البيانو، اخد دو التاني. اشمعنى دو؟ احنا قلنا جويه مع الالعاب الرياضيه بياخد دو بمشتقاته، مع الالات الموسيقيه بياخد دو بمشتقاته. سيفيتمو هذه الملابس تكون جولي جميلة، أنا سوف أشتريها، أشتري تو كلها. ينفع أشتري منها كلها ولا أشتريها كلها؟ أشتريها إنه بدأ أخدها، لأن أنا مش هاخد جزء منها، أنا هاخدها كلها، يبقى حرف الهاء. فو فولي أنت تريد أن تأخذ لي فروي فواكه؟ قال له لا أنا لا أريد، شكرا. أنت تريد أن تأخذ فواكه؟ أنا لا أريد أبدا، أنا لا أريد شيء، أنا لم أعد أريد. دليل على الاكتفاء، يبقى ناخده بلو. ماسير أختي اشترت اكسسوارات جمع، كو ده اسم يا مسيون، بلو دو هي اللي بيجي ورا اسم، بلو بيجي ورا صفة، بلو كو إذا لم نجد كو في الجملة، بكو دو لا تأتي في المقارنة. نحن مع بعض البكرة. من احمد اتياهو دوت كوم الى جون فوياجي على قمبان الرحله الى الريف، كوكو يعني اهلا. لا سومين دورنيير الاسبوع الماضي جي سويسرلين، ذهبت افيك ما فامي مع اسرتي على قمبان الى الريف، بور باسيل ويكند لقضاء العطله. شي ميغرون برونتس عندك جدين، اونيا اللي ذهبنا اليها افيك لا فواتير بالسياره بتاعت مونبير ابي. يا سويسرلين ذهبت رافير من المزرعة بتاعت ميغرون برانتس الجدين. جياد النيع مونجينا أعطيت أكل أو أنيمو إلى الحيوانات. جار مصي جمعت طماطم وكمكمبر خيار في حقل الخضار. جيمي سوي بانيين استحميت ضل ريفير في النهر. أفيك سامي مع سامي، إنه ابن عمي. توصائي بصي كل شيء حدث بندو اثناء لابريمير جور في اليوم الاول. طب تعال نشوف اليوم الثاني. لو دوزيام جور ثاني يوم، جيمي سوي برموني انا تنزهت فيلو على العجله في الحقول. جي سوي مونتي انا ركبت شيفيلا الحصان. مونبير ابي قضى لا جورني النهار افيكسون مون جران بير مع جدي.
الزوج وهي يلعبوا شطرنج نسيمبل معا. الميم طنب في نفس الوقت. الزون دسكاتي بيكو تناقشوا كثيرا دي سوجي كوم نوز بور على موضوع الرياضة والفن إلى آخره. بور مامير بالنسبة لأمي إيماسير وأختي الزون تأيديهم مساعده جدتي آبر بير في تجهيز ليربال وجبة برسكول عنا ونابري أخذنا طول ربا كل الوجبات على ميزون في المنزل. جيا بسي أن ويكند أنا قضيت عطلة أو أسبوع أجريابل ممتع. وأنت كسكتي آفي ماذا تفعل أثناء العطلة في مدينة ليو؟ إكريم وا أكتب لي ودع. يبقى أحمد دكري دكري كتب هذا الإيميل إلى ابن عمه ولا سون سايبر كوبين زميل النت؟ طبعا زميل النت. أحمد إيه طليه ذهب إلى مع أسرته إلى الريف على كمبان. أول يوم أحمد لعب شطرنج؟ لا. سيب رومني تنزه في الحقل؟ ده تاني يوم. مونتي أشوفيل ركب حصان؟ هو أول يوم ركب حصان. تعال نشوف كده. ولا آري مسيلو لجيم مجمع خضروات؟ هو جمع خضروات الأخير. سامي ناجي نزل سبحة؟ سامي سبحة. ضل مير في البحر ولا ضل ريفير في النهر؟ طبعا في النهر، هو قال كده. لجراند مير الجد والأب أنت شوية يلعبون على البيانو ألعاب فيديو ألعاب مجتمع تنس. هو الشطرنج ألعاب مجتمع. أحمد أخذ لوريبال وجبة أو الوجبات ورسترون في المطعم على ميزون في المنزل يبقى على ميزون. نقرا اللي جاي. سلو أميرة، أهلا يا أميرة، ده كريستين اللي كاتبة بتقول لها جوردويل يوم جيني إيه بافير أنا لا أفعل شيء. سيان جور نو يوم دي كونج عطلة. جيفا تيب مونترير سأوضح لك أو سأوري لك كيف أنا أجهز لأومليت البيض المكسيكي. سيبرات هذا الطبق إيه فاسيل إنه سهل. فير في العمل إزاي أعمله يعني؟ أونلي بريبير نجهزه خلال 15 دقيقة. فواسيها هي المقادير بور كتر لأربع أشخاص. يلزمك ديس أوف 10 بيضات. دو أونيون بصلتين. تروا طماط ثلاث طماطمات أوروبية كوبين مقطعين. إن كوب. أمبوفرو فلفل روج أحمر أو أخضر. ده مش طبق بيض. استغفر الله العظيم. 200 جرام دي شمن. ماشي. 250 جرام دي فرماج رابي. اويل زيت سل ملح بوفر فلفل ايدي بمية وشطة. اللي جاي بور كومانسي كي نبدأ نكسر البيض ضلع عن سلطة في طبق السلطة. باتي نظيف افيك دي فروشي نخلطه بالفروشي بالمضرب او السكينة. صالي اي بروفي نحط الملح نملحه ونفلفله. لافي كوبير للجيم نقطع ونغسل الخضروات. من الجيم نخلط جيدا بوي ثم نسكب ليزوف في البيض افيك لو فرماج بالجبنة في التيكور مدة الطهي 5 دقائق. دان امبو اويل في قليل من الزيت. بعد بور ما فيش زبدة. انفان في النهاية اضيف الشطة. الفول سيرفير شو سيكون ساخن. كريستين دانسي أملي في هذا الايميل كريستين برزنتي تقدم ديزوردر اوامر الريسيت وصفة. طبعا وصف سيجور لا هذا اليوم كريستين نيبا كنتو ليست مسرورة ليست فاضية لا تكون فاضية ليست مشغولة ليست في اللياقة. خليك معي. هي قالت انا ما عنديش شيء اعمله يبقى ليست مشغولة. لابريبراسيون تجهيز هذا الطبق يستغرق ديمي اير نصف ساعة. هي قالت 15 دقيقة. ان اير ساعة. كارت اير ربع ساعة. طبعا ربع ساعة.
بورفير كور. لكي تطهي هذا الطبق يلزمك زبدة، دقيق، زبادي، زيت. اخذ زيت. دانسو بلاط في هذا الطبق اني ميبا. لا نضع ممي شطة، جبنة، لحمة. ما بنحطش لحمة، مش ناقصة. هذا الطبق يجب ان يقدم او يقدم بارد ساخن. ساخن. نرى المواقف. فودمان، ان تطلب لاير ساعة وصول طائرة باريس، ماذا انت تقول؟ لماذا؟ ما تنفعش. الطائرة ما رأيك فيها؟ مش عايزة في حاجة. كم من الركاب؟ مش عايزهم في حاجة. في أي ساعة تصل الطائرة؟ ادي احنا سألنا عن الساعة. فودمان، ان تطلب من فترة ميم نعمين زميلك كيلسبور أي رياضة عنيفة هو يمارس، ماذا هو يقول؟ كرة القدم؟ لا. التسلق؟ ماشي. الملاكمة؟ ماشي. هي تعمل دي دلتا بلين، الطائرة الشرعية؟ ماشي. ركز بقى معايا. اما زميلك انت تساله هو هيرد عليك، هيرد عليك بالجو، ما ينفعش يرد عليك بهو، ما ينفعش يرد عليك بهي. فو برات ايه فو رقم تي تحكي اين ذهبت اثناء فو فاكانس الاجازه، ماذا انت تقول؟ رحت فين اثناء الاجازه؟ انت هتقول على كامباني. في الريف يوجد حشرات، انا ذهبت اليها لكي اذبح، انا اعشق الاجازه، نحن مارسنا عجل بنظور الفاكانس. ارجع تاني بقى. زميلك يسألك أو يحكي لك أين ذهب أثناء الأجازة؟ إلى الريف يوجد حشرات، أو في الريف يوجد حشرات، أنا ذهبت إليها لكي أذبح، أنا أعشق الأجازة، مارسنا العجل أثناء الأجازة. طبعا دي لا ودي لا. فاضل اتنين. لو أنا قلت إلى الريف يوجد حشرات، المفروض في الريف يبقى لا. اخذ الثانية، ذهبت اليها لكي اذبح، يبقى اين ذهب في الاجازة؟ يبقى ذهب اليه لكي يذبح، يبقى معروف ان هو ذهب الى البحر. تعال نشوف. فودمان، ان تطلب من انتوريست من سائح سان ناسيوناليتي جنسيته، ماذا انت تقول؟ من اي اصل تكون؟ ما مهنتك؟ انت عندك اصدقاء اجانب؟ ما تكون عاصمة فرنسا؟ مالناش دعوة بالكلام ده كله. ده الله بشريف المجزر، ماذا انت تقول الى الجزار؟ انا اريد سجق. مش عايز حاجه تانيه. 18 بوم فيتي، انت تدعو زميلك ادي جنيل للغداء، ماذا هو يقول؟ فيان، تعال اتغدى معايا، هو اللي هيقول كده. ما ينفعش. انا ادعوك؟ ما ينفعش. اسف جي جارد من بيتي فرير، اسف انا ارعى اخي الصغير، تنفع. فودمان، ان تطلب من فوترا مي من زميلك، لماذا هو يستخدم السلم الاسكالير؟ كيسك ال دي، ماذا يقول؟ برسكول، انني اخاف من الاسانسير، تنفع. البلو بكو، هي تمطر كثيرا، ماذا فوتر مير امك تقول لك؟ خذ الشمسية. فوزالي بجويه، انت سوف تلعب كرة اليد، كرة اليد مذكر مع فعل جويه، اخد او. بورموا، بالنسبة لي لاسكلاد التسلق ايه؟ تري، يكون تري تسلق مؤنث. ادور على واحدة في دول بتاعت مؤنث دنجروز، خطير. التانية دي مذكر وجمع، ودي جمع مؤنث ودي جمع مؤنث. جونات او بروشا الريت الى الموقف القادم. جبريند، انا اخذ، انا اصعد، انا انتظر، انا انزل الى الموقف القادم، يبقى ناخده دوسون. فريد تيديه، يدرس او يذاكر بلوكو اكثر مننا، دي مقارنة ولازم في المقارنة يكون موجود كلمة كو، اخذنا التاني. مسيو سيدي جي فوري ميرسي، اشكر حضرتك، احترام. قال لك مع مين يا مسيو؟ قال لك مع الفو. الربيع انه موسم الظهور، ولا في الربيع انه موسم الظهور؟ يبقى قال. طالما هحط قال يبقى اخد اداه معرفه، لان كل فصول السنه مذكر، اخد له. من شوزر احذيتي تكون الاحذيه جمع مؤنث، اخد انا واحده في دول جمع مؤنث. قال لك يا عم اللي نهيت هو اسم، تريح نفسك خلطوه. ما جراند مون جراند بير، جدي في يعيش في الريف، اون نحن نذهب
كل جمعة عنده في الريف ده مكان. يلا بينا. مع فافينير سوف تأتي من فرنسا، أنا سوف أنتظرها في المطار. حرف الهاء بس. طب معها مؤنث أخد لا، جيت أحط اللا لقيت الفعل مبدوء بحرف متحرك يبقى أخد له إلا أبوستروف. مروة خائفة من، يخاف أون أفيون، يخاف من وسائل المواصلات أخد أون. بنسيفو سيدي كومبيان، ما رأيك؟ أين؟ ماذا لا تأتي في البداية؟ ديكوا بنسيفو، في ماذا تفكر يا سيدي؟ بخلنا الأخراني. إلني أفز التيب باريس، هو لم يزور في باريس شيء، هو لم يزور في باريس، تنفعش ولا هو يزور في باريس لو بريمير جور أول يوم دي سونا ريفي، هو لم يزور أبدا في باريس، هو لم يزور أحد في باريس أول يوم، هو لم يزور شيء في باريس. جملة في منتهى الجمال. أنا عايز أفهم بس ليه ما خدناش كلمة أحد. الجملة بتقول لك إل ني آ فيزيتي بيرسون، إل ني آ ريان فيزيتي. عرفت الفرق بينهم؟ عرفت الفرق بينهم. إن كلمة بيرسون هتنفي الفعلين، هو لم يزور أحد في باريس. أما كلمة ريان هتنفي فعل واحد، هو لم يزور شيء في باريس. يبقى احنا خدنا كلمة ريان وركز، لأن كلمة بيرسون كانت لازم تنفي فيزيت مع تنفي الفعلين مع بعض. ماسير أختي، بصيل أسبراتير، تمشي المكنسة، يمشي مش من الأفعال ال 14 يبقى تاخد أفوار، يبقى خدنا التانية. الحمد لله رب العالمين، القلم خلص والامتحان خلص، الحمد لله على خير. أشوفكم بخير يا رب في حل نماذج تانية تنزل لنا. ننتظر امتحان الشهر اللي جاي اللي احنا فيه ده اهو، يوم 21 هيبان الشكل بتاع امتحانكم بالظبط، ويا رب ما يكون في تغيير تاني، اللي ما فيش مجال للتغيير تاني كفاية كده لعب. اللي بيلعب ما يلعبش بمستقبل طالب، اللي بيلعب ما يلعبش بأعصاب أسرة. المدرس مضغوط زي الطالب ويمكن أكتر، ارحمنا بقى يا عم الحاج، خلينا نعرف نشتغل، خلي الطلبه تركز، خليهم يمتحنوا في حاجه يستفادوا منها. اشوفكم بخير يا رب، اذا كان في العمر بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.